ايوا وصلت تري الفيديو جديد. نتمنى كاملين تكونوا بخير وانتم كتشوفوا الفيديو هذا. هذا الفيديو هذا كنت مصور من وسط المكتبه، كنت كنقرا وقلت نزيد نصور لكم فيديو في هذه البلاصه هذه فين كيتفرجوا وقالتي الا كان شي بحث ولا شي حاجه كيتفرجوا. كما كتشوفوا هنا راه كاينين افلام وشي لعيبات وهنا كامل في الافلام، يمكن انا كيتفرجوا في شي فيلم ولا شي حاجه. المهم في هذا الفيديو هذا غادي نجاوب على الكويشن ديال واحد البنت اللي سميتها بسمه، كانت قالت لي هي كنت حطيت لكم سولوني شي سؤال ولا شنو هما اللعيبات اللي بغيتو تشوفوا عندي في فيديوهات في يوتيوب او انستغرام غادي يطلع لكم هنا، وداكشي اللي كتبت لي بسمه هو غادي يطلع لكم هنا. المهم قالت لي بسمه هضر لينا على التريب ديالك من المغرب لتشاينا وشنو هي اول حاجه درتي. المهم قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش دير واحد اللايك وواحد السبسكرايب وتبارطاجي الفيديو مع عشرانك وشي كومونتير يكون ناضي، وكثروا كومونتيرات راه كنجاوب كلشي. ولا عندك اي كويشن دوز لانستغرام ها هو عاوتاني، وخلينا نبداو في الفيديو. اول حاجه غادي نبداو فيها اللي هي الا بغيتو تشوفوا هذا الشيء في الريل لايف زعما فاش صورتو حقيقي، راه تلقاو هاد جوج فيديوهات هادو هما غادي يطلعوا لكم هنايا ديال البارت الاولى فاش يلاه كنت نجي لتشاينا واخا كاليتي انا، وتلقاو البارت الثاني اللي هي لتحت. المهم هاد جوج فيديوهات هادو راه مصورين صورتهم في ديك الوقيته فاش يلاه كنت باقي في المغرب ويلاه كندوي وكنقول لكم واش كاين واش كاين. دابا غادي نعاود لكم داكشي وغادي يبانوا لكم شي لقطات من دوك الفيديو حيلا بغيتو ترجعوا تفرجوا فيه رجعوا تفرجوا فيه. المهم نبداو باول حاجه، راه كتبت اللعيبات اللي خصني ندوي عليهم وما كتبتهم. نبداو باول حاجه ملي يلاه خلص لا سيرونس. المهم نبداو باول حاجه اللي هي فاش جات عندي للاجونس وقالت لي راه خصنا نخلصوا لا سيرونس باش تجينا تجي طاب اليوم. المهم لا سيرونس كنا خلصنا فيها 20 عام صراحه ما عرفتش بشي 400 كواي، خصني ندوي بشويه حتى شكيقا. المهم خلص فيها شي 400 كواي اللي هي 600 درهم نص ساعه عام ديال 800 كواي. المهم تخلص لا سيرونس كاش ملي كتخلصها كيعطيوك واحد التوصيل كتصيفطو لونيفرسيتي هي اللي فاش كتبدا تبريباري لك الجي دبليو. تسنينا واقيلا شي 15 يوم ولا 21 يوم ما عقلتش بالضبط صراحة. وصلتنا الجي دبليو، وصلتنا الجي دبليو تسنيناها صافي الدراري صافي. كتوصلك الجي دبليو موراها كتجمع وراقك كتمشي تدفع الفيزا باش تخرج الفيزا. لا بلاناج ما عرفتش واش كنسمعوا ولا طراو لي علاش لا بلاناج نمشي الفيزا وقع فيها واحد المشكل وشي تخربيق. دابا نعاود لكم داكشي مع حمزه ونعاود لكم كلشي زعما ديك البيريود كامله اللي ما تصوراتش، غادي نعاود لكم شنو طرا فيها وصافي وشي اللي كانت البارتي. حنا فاش مشينا دفعنا الفيزا طرا لينا واحد المشكل اللي هو ان عندنا ما ديك الساعه ما كانتش الفيزا اكس 2 واخيلا هي القصيره، ما عرفتش اكس 1 هي القصيره ولا اكس 2 هي القصيره اللي فيها قل من 6 شهور. ديك الساعه ما كانتش على قبل كورونا وكذا، طرا لنا المشكل مشينا لومباساد عطيناهم الوراق وداكشي قال لك اودي نتوما عندكم هذا الشيء ديال الفيزا اكس 1 واقيلا يا ربي ما نكونش كنغلط. المهم ديال الفيزا اكس 1 ميمكنش نعطيوها لكم حيت دابا ما كايناش وكورونا وكذا وكذا وكذا. المهم طرا لينا مشكل صافي قلنا ما غاديش نمشي وشي طاحتي بكي شي فشل شي كذا صافي. صدقنا دوينا مع لاجونس وحنا دوينا مع اليونيفرسيتي المهم بدينا تندويو حتى صدقوا صيفطوا لينا واحد الورقه وحده اخرى ديال اننا حنا راه عندنا اكثر من 6 شهور وكذا صافي. بقينا كندويو معاهم صيفطوا لنا ديك الورقه ديال ان حنا راه عندنا اكثر من 6 شهور وكذا ورخصنا نجيو صافي. المهم صيفطوا لنا الورقه دفعنا داكشي واخا هادشي تعطل بزاف كنا ضاربين حساب ولا حساب. المهم ليسونسيال هو اننا دفعنا الفيزا. موراها فهاد البيريود هادي ملي قبل ما ندفعو كذا كاين اللي يجمع حوايجو، انا صراحه ما جمعتش، انا تقريبا كان باقي عاقل كان عندي الفول نهار الحد جمعت حوايجي نهار الجمعه دونك الجمعه السبت الحد خليت حتى جمعت كلشي جمعتو وحطيتو في الباليزات وصافي وسديتو جمعت فهمتي كندير داكشي في دماغي صافي مشات. كندير داكشي في دماغي. كاين اللي جمع قبل كاين اللي يلاه خلص لا سيرونس بدا تيجمع. المهم الدراري ما تزربوش في جمع الحوايج وما تجمعوش بزاف، جمعوا داكشي اللي خصكم ضروري. ها هو الفيديو هنا يطلع لكم عاوتاني ديال الحوايج اللي خصكم تجيبو اللي قلت لكم احسن تجيبوهم معاكم. المهم جمعت البال جمعنا داكشي جمعنا الحوايج كل واش نجمع كاين اللي تسلف كيلوات كاين اللي نقصوا ليه كاين. المهم الرواني
موراها فاش مشينا للمطار نهار المطار نهار لحد الفول ها هو راه تشوفوا المهم كيطلع لكم اللقطات وداكشي. فاش مشينا للمطار كنت فاقت واقيلا مع شي 6 الصباح فطرت مع الدار داكشي المهم داكشي فهمتي كنحاولوا نخلقوا داكشي. المهم مشينا للمطار دوزو خير صافي دابا الدري مشي يصرف داك الصباح كانت الشتا. المهم مشينا للمطار باش نتجمعوا هذا انت هو هذا اللي كنتي كتقرا معايا اونلاين انت هو هذا انت هو المهم كنتجمعوا كنعرفوا بعضياتنا نتعانقوا واش عشيري كذا كذا المهم كنتعرفوا بيناتنا. وقيلا مشيت للمطار قبل بشي 3 السوايع المهم تعرفنا بيناتنا واش عشيري واش كذا انت يا اختي هي هذه المهم بحال هكا المهم تعرفنا بيناتنا. وصلت لوقيته المهم جات لاجونس بداو تيدوي معانا وكذا وصلت لوقيته فاش نتفارقوا اللي هي اخيب وقيته فاش فهمتي اخر مره تشوف امك اخر مره تشوف خوك اخر مره تشوف باك اخر مره تشوف اختك المهم اخر مره تشوفهم بكين اول تشوفوا هذا الفيديو هذا هنايا باش يحققوا الاحلام ديالهم. هاد الشباب شجعان مغاربه خداو الطريق اللي غتبدل حياتهم بدموع في عينيهم وقلوب كل امان وطموح خلاو اللي كيبغيهم وراهم هازين تقلد طموحهم معاهم. هذه قصه ديال الكفاح التضحيه والبحث عن مستقبل يكون حسن. بكينا عادي الشيء راه عادي تبكي راه كلشي تيقول لك اه والله ونمشي ما نبكي والله حتى تبكي دير امك بزز انت عقلها لا الا كنتي غادي تمشي للشينوا غادي تبكي بزز بغيتي ولا ما بغيتيش غادي تبكي صحه لك في المطار. المهم ما عليناش صافي تفرقنا مع دارنا داكشي تفرقنا مع دارنا داكشي صافي بسلامه بسلامه طن طن دخلنا دوزنا الحوايج دوزنا اللعبات ديالنا من السكانر حتى حاجه ما كاينه مزيان دازيد هنايا نشوفو السياحيه واش داز ليه داكشي مزيان داز داكشي اخي كاين واش مزيان واش مزيان داكشي اللي بغينا الدراري كندوي مع بعضياتنا واش كداش شنو فهمتي كنتعرفوا بعضياتنا غاديين واش ندوي. وصلنا للعبارات ديال الكيلو داك اللي تيعبر بالباز ديال الكيلو وكذا كتعبر كانت عندنا وقيله شي 30 في 20 في 10 والله ما عقلت اخو 20 في 20 20 في 20 في 10 واقعي والله ما عقلت بالضبط. المهم مشينا باش نعبروا بباريز كاين اللي زيدين عنده الكوالا كاين اللي جايب اكثر من الكوالا بشي 5 كيلو زيده على الباريز كيقولوا ليه لا سير رجع داك الشيء كاين عاود ثاني اللي ما جيبش معاه تي هذا تيشد من عند هذا خويا اختي عندك السفو فراق اختي عندك الكعشير ناري خويا خصنا واحد جوج كيلو ناري بزاف انا جايب معايا الروينه ناضت انا عبرت كوالا ديالي من الدار لاصقين جيت للمطار حطيتهم يلا زيد عندي شي 100 غرام ولا كيلو سلكه لي. المهم هي اللي كان زايده عندك شي كيلو ولا شي 2 كيلو 2 كيلو واقيلا الماكس ماشي مشكل غير ديروا حسابكم هو هذاك الا كان زايده عندك الكوالا بزاف خاصك تخلص عليهم ولا تعطيهم لصاحبك ولا تلوحهم فهمتي ديروا حسابكم. وملي تمشيو بحال هكا للمطار ما يمشوش والديكم حتى صافي تدوزوا باش حتى لو قالوا لك غادي ترد هذه ولا ترد هذه ما تلوحش في المطار فهمتي عطيها لداركم. المهم دوزنا الحوايج في المطار دوزنا داك الشيء بقينا دايزين الديوانه الطابو ديالنا كخوتي البلاد صافي مشينا ريحنا كنتسناو الطياره تجمعت انا وزنيكر ومروه وحمزه المهم تجمعنا تنضحكوا وجد كذا طيب احمد حيطلبك احمد
يا راه اول مره غادي نركبو داكشي ناطي فهمتي. كان واحد الجو زوين صراحه حاشاش يلاه تعرفنا وداكشي كان الجو زوين كنا متحمسين فرحانين وما فرحانين حاشاش نخليو الدار وداكشي. المهم طلعنا للطياره غادي صور واو فرحان الطير المهم باش ما يجيكمش الملل مره مره نتحركوا هنا خدها السحريه جالس هنايا بحال شي جن راسي انا. المهم داك الباب اولا جا شي واحد راه تشوفو شنو كنا دوينا على اخر طياره. المهم طلعنا للطياره هكا جلست انا في الوسط وجات حدايا مروه وشيمه ملهيه. المهم غادي نطرق كامله تضحكوا وتلعبوا فرحانين زعما فهمتي خلقينا بعضياتنا. وصلنا لمطار تركيا عندنا 3 سوايع ديال الاسكال 3 سوايع. قبل فاش كنا في المغرب كنا كنشوفوا ديك 3 سوايع كتجينا شي حاجه كثيره وكاين اللي باغي ينعس في ديك 3 سوايع وكذا. انا فاش يلا وصلت للمطار فهمتي كان فينا الجوع وكدايا البنات ديال اللي كانوا جايين معايا مشاو ريحوا. انا قلت لهم عرفتوا شنو ديروا نوضوا حسن اننا نمشيو نقلبوا على بلاصه الطياره والباب ديال الطياره ونجلسوا حدا تما وناكلوا اللي بغى ينعس ينعس واللي بغى يدير هذه يدير هذه. المهم فهمتي حيتاش المطار كبير وحنا ما عارفينش ولا جلسنا كناكلوا غادي نستحلاوها وغادي تصدق ماشي علينا الطياره والتليفون صدقوا فهمتي عاورين كلشي. قلت لهم نوضوا نمشيو نقلبوا على الطياره وديك الساعه نريحوا. هذه نصيحه الا كان عندكم ليسكال في شي مدينه ولا شي حاجه حتى تلقاو الباب ديال الطياره وريحوا تما واخا يكون عندكم ليسكال فيه 7 سوايع ما تعرفش شنو يطر. جلس قدام الباب ديال الطياره وديك الساعه دير اللي بغيتي نعس فايق ما موش انت كاع فهمتي. المهم مشينا قلبنا لقيناه صافي حطينا حوايجنا قصينا تحركت انا والدراري مشينا صلينا ضربنا دوره في المطار هو كبير صراحه ديال تركيا كبير اللي في اسطنبول كبير. مشينا صلينا كلينا درنا شويه جينا ريحنا صافي بدات الوقيته باش ندخلو اللي هو دخلنا صافي قلبونا شنو داروا لينا في تركيا. جبت البيسي دوز عليه واحد لعبه كلينيكس زعما واش فيها كوكايين حيد السبرديله دوز واحد كلينيكس عاود ثاني واش فيك الكوكايين خويا راه غادي نقراو حنا دوز علينا. المهم مطار تركيا صافي قلبوا الشكاره اللي كتكون هازو لا البال صراحه دازو مشاو من المغرب تلقينا اليوم في الشينو صافي قلبوا الشكاره وداك الشيء شنو جايب شنو هادي فين غادي صافي سير صافي. عاود ثاني المطار ديال يا هذيك المطار ديال تركيا طلعنا في الطياره انا جيت صراحه جيت الوسط عاود ثاني ما باش نريح الوسط ريحت حدا الشرجه مطلبش الدراري يخلي لي بلاصتو صافي وجا حدايا عبد الاله. المهم ديك الطياره بعدها طويله والعطش قتلنا غير العطش في ديك الطياره. المهم اللي غادي يدوزهم عندهم لي سكار في تركيا جيبوا معكم الماء قرعه ديال الماء راه ما كاينينش حتى في تركيا في المطار التركي ما لقيناش الماء كان غير ديال الطواليت ما عرفناش واش صالح للشرب ولا لا. دونك جيبوا معكم الماء من المغرب شي قريعه اصلا ما غاديش تحتاجها في الطياره ديال المغرب كاين الماء في المغرب. المهم جيب معك شي جوج قراعي خليهم عندك في الشكاره صافي اصلا الشكاره ما كتعبرش ديال الدار خليهم عندك في الشكاره وصافي تتشركوا وشربوا ما تحتاجوا. المهم شربنا ريحنا انا وعبد الاله كنعسوا وكنفيقوا وكنعاودوا نعسوا وكنفيقوا ومازال حنا ما وصلناش. مشات الشمس وطلعت ونزلات عاوتاني ومشات ونزلات ونعسنا وفقنا ومازال ما لقينا والو حتى دابا انت غادي هكا والكره الارضيه كدور هكا فهمتي داكشي تخربق علينا الوقت تيتخربق. المهم السيدي داس مزيانه تفلت انا وزنيك راه كدا خالقينها وصلنا للبيكين وصلنا الشيمو انا وزنيك ارشي ماشي عيانين ولكن كومان سينو تا شفت التربه تاع شفت التربه تاع انت البيكا. المهم وصلنا البيكا اخوتي وصلنا البيكا البي البيجين تلقى لينا واحد جاي صراحه مع المدرسه تلقى لينا وكانت المدرسه صيفطت لينا كار خلصنا داك الكار وصيفطاتو لينا. المهم تجمعنا مشينا لذاك الكار عاوتاني
اخيرا الدراري شدينا البيس اللي كتشوفوا هو هذا، جيت نزرع ما عنديش سكاره وباليزه، داك باليزه داك السكار اختي نهزاتها هي ونزدك فهمتي داكشي ما عندكش. من الكار عاوتاني اجواء هي جينا من بيكل تشينطاو، هي راجل بدا ديال الطريق هي غادي يطلع لكم المسافه شحال ديال ما بين بيكل وتشينطاو، هما راه تيبانوا قراب ولكن راه سبعه السوايع تما. المهم ركبنا شدينا الكار عاوتاني، اجواء خياليه واعره عاوتاني، بقينا تنضحكوا تنلعبوا، المهم داك الشيء واعر بزاف. صافي وقفنا تنوقفوا في محطه الاستراحه، كنهبطوا لشي ستور كنقصيو كنعاود ثاني كنطلعوا. صافي وصلت الربعه الجوج ولا مع الربعه ديال الصباح، قال لينا مول الكار ما بقيتش غادي نمشي بيكم الليل هذا، غادي نعسو حتى الغدا مع ديك الخمسه ولا سته ونكملوا نرتاحوا واحد شويه ونكملوا. صافي بقينا شي بقى جالس كيلعب شي نعس شي بدا تيدوي شي خرج كيتمشى كل واحد وشنو بقى تيدير. انا بقيت صراحه مريح مع الدراري كندويو كندويو في هذه كندويو في هذه، كاين اللي نعاد كاين اللي تيغني شي فور نعس. صافي المهم بقينا خلقينا ومتفرين. مورا صافي وصلنا لليونيفرسيتي، وصلنا هنا لليونيفرسيتي دخلونا، فاش يلا دخلنا من الباب عطاونا واحد الورقه كل واحد، انت وهذا سيروا لهذا الروم، انت وهذا سيروا لهذا الروم، انت وهذا سيروا لهذا الروم، كل واحد صيفطوه للروم. المهم كل واحد صيفطوه للروم وكذا. انا صافي طلعت للروم ديالي ريحت تركنت مع راسي حطيت الحوايج ارتاح هنا شربت الماء. المهم ارتاح هنا. المهم هنا فين وصلنا، دخلنا لليونيفرسيتي، طلعت للروم، صيفطت كل واحد للروم ديالو، طلعت للروم ديالي ريحت صافي بدلت عليا حوايجي وفهمتي وارتاحيت وكذا. صافي هبطنا كنشوفو نعرفو بنادم اللي هنا في الشينوا صراحه. المهم اول حاجه درناها حنا المغاربه كامل ما كندويش على راسي، حتى اول حاجه درت انا هي دخلت وبدلت حوايجي وارتاحيت واحد شويه. موراها خرجت من الروم صافي مشيت كنتلاقى بالمغاربه الاخرين، فين جيتي انت انا روم مع من كذا كذا. صافي وحنا نتجمعوا درنا واحد الفطور كاملين، ما حسيناش راسنا في الشينو، كي تتبان لك الرزيزه الحرشه المسمن اتاي وغير المغاربه اللي دايرين بك فهمتي بلا. تجمعنا درنا واحد الفطور كاملين صافي. المهم ملي فطرنا وسالينا خرجنا كندورو كنشوفو هنا وكنشوفو هنا، وعرفنا المغاربه اللي قبل كاينين قبل منا هنايا. صافي مورا اول حاجه خرجنا شريناها هي شرينا الكوفرلي ومخاد باش نعسو داكشي. موراها مشينا تنديرو لي كارت سيم ديالنا في التليفون على قبل الكونيكسيون باش ندويو مع دارنا وداكشي. درنا لي كارت سيم، المهم درنا لي كارت سيم وشرينا المخاد وداكشي، وخرجنا كل واحد خرج مع شي واحد مغربي اللي قبل هنايا باش يوريونا فين كاينه الماكله حلال، شنو هي الماكله اللي ناكلو، شنو هي اللي ما ناكلوش، فين نمشي وفين ما نمشي، واش الا بغينا شي حاجه فين نلقاوها. وهادشي اللي كان موراها بشي شهرين ولا 3 شهور كي فهمتي اش من شهرين ولا 3 شهور، شو موراها بشي 15 يوم ولا شي حاجه صافي دواو لينا اننا راه حنا خصنا نمشيو باش نكملوا باش نديروا الفيزا جديده وداك الشيء باش نجددوا الاقامه ديالنا، حيت هذيك اللي كتجي بها من المغرب كتكون فيها غير شهر وصافي كتجدد الفيزا ديالك وكتبقى تقرا. وهذا الشيء اللي كان، وفي السيمانه الاولى ملي كتجي ما كتقراش، حتى السيمانه الثانيه فاش كتجي وكعاد كيقولوا لك كتمشي للقسم صافي وكتعرف على الاساتذه وداك الشيء وكيدوز داك الشيء. المهم هذا الشيء اللي كان من التريب ديالي من المغرب لتشاينا. الى عندكم اي سؤال ها انستغرام عاوتاني هنايا يطلع ليكم، الى عندك اي كويشن كتبها ليا في لي كومونتير وراه غادي نجاوبك. وما تنساش دير واحد اللايك وسبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع عشرانك وبيس الله.